نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، 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 وأن عذابي هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم، هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، منكم وجلون، عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، نبشرك بغلام عليم، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، تبشرون على أن مسني الكبر فبم تبشرون، على أن مسني الكبر فبم تبشرون، فبم تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، من رحمة ربه إلا الضالون، من رحمة ربه إلا الضالون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، من رحمة ربه إلا الضالون، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، 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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، لمنجوهم أجمعين، آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، لمنجوهم أجمعين، لمنجوهم أجمعين، إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، آل لوط، آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين، قدرنا إنها لمن الغابرين،
قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون واتبع دبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون ولا تخزوني قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل عليهم حجارة من سجيل عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين لآيات للمتوسمين لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين للمؤمنين لآية للمؤمنين لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين 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 وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين 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 فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون
فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق والأرض وما بينهما إلا بالحق والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية 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 فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم ولقد آتيناك ولقد آتيناك ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين للمؤمنين عليهم واخفض جناحك للمؤمنين منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين للمؤمنين إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين 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 كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين بما تؤمر وأعرض عن المشركين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين 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 الذين يجعلون مع الله إلها آخر إلها آخر إلها آخر إلها آخر إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
حتى ياتيك اليقين.